شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. حديثنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى حول التقوى، ونتحدث حول هذا الموضوع ضمن مباحث ثلاثة: المبحث الأول حقيقة التقوى، المبحث الثاني مجالات التقوى، المبحث الثالث الطريق إلى التقوى. أما بالنسبة إلى المبحث الأول وهو حقيقة التقوى، في حقيقة التقوى يوجد هنالك تفسيران. التفسير الأول أن التقوى عبارة عن الاستقامة في جادة الشرع، وعدم الانحراف عنها يمينا أو شمالا. التفسير الثاني أن التقوى عبارة عن ملكة باطنية تنبعث عنها الاستقامة في جادة الشرع. وبعبارة أخرى، الاستقامة المنبعثة عن الملكة الرادعة. الفرق فيما بين هذين التفسيرين:
أنه على التفسير الأول التقوى تمثل سلوكا خارجيا، بينما على التفسير الثاني التقوى تمثل تلك الحالة الباطنية الموجهة لهذا السلوك الخارجي. يظهر الافتراق فيما بين هذين التفسيرين فيما لو كان انتفاء الذنب منبعثا عن انتفاء القدرة، تارة انتفاء الذنب وانتفاء العصيان يكون منبعثا عن الملكة الرادعة، وتارة يكون منبعثا عن انتفاء القدرة. لأنه ليس حاكما لا يظلم، ذلك الحاكم الأموي المشهور كان يعرف بحمامة المسجد لأنه كان معتكفا في المسجد ويقضي يومه وليله بالعباد، لم يكن يظلم أحدا. وحتى نقل أنه ما كان عندما يمشي يدوس على نملة إلى هذا الحد، ولكن هذا الرجل لم يكن يظلم لأنه لم يكن يقدر. وعندما وصل إلى الحكم كان يقول أنه في يوم من الأيام أنا ما كنت أقتل نملة، وفي هذا اليوم أقتل العشرات أو المئات ولا تطرف لي جفن. هل هذا الرجل يعد متقيا؟ لو فرضنا أن رجلا لم يذنب ولكن علة عدم ذنبه أنه لا يقدر، هل هذا يعد متقيا؟ على التفسير الثاني لا، يجب أن يكون انتفاء الذنب مستندا إلى ملكة باطنية رادعة. الفقيه الهمداني رحمه الله في كتابه مصباح الفقيه له كلام لطيف، ومؤدى هذا الكلام أنه إذا كانت هنالك خشبة وهذه الخشبة بالضغط اعتدلت، يعني أنتوا أخذتوا هذه الخشبة المعوجة وبالضغط جعلتموها مستقيمة، هل يقال إن هذه الخشبة خشبة على قوله عدل، هذه خشبة معتدلة، هذه خشبة مستقيمة؟ لا، لا يقال ذلك.
الاستقامة التي تنبع من ذات الخشبة، لا الاستقامة التي هي بضغط عامل خارجي. بناء على ذلك المختار لدى كثير من العلماء أن التقوى عبارة عن الحالة الثانية لا الحالة الأولى. هذا هو المبحث الأول. المبحث الثاني مجالات التقوى. هل هنالك مجال محدد للتقوى؟ الجواب كلا. التقوى تمتد ساحتها بامتداد ساحة الحياة. الحياة كم هي وسيعة؟ ساحة التقوى تمتد بامتداد ساحة الحياة. أكو هنالك كلمة يقولونها، يقولون أبواب العدم المشرعة على الشيء. أبواب العدم المشرعة على التقوى لا تحد، لأن الشيطان يمكن أن ينفذ من 1000 منفذ إلى المؤمن حتى يبعده عن الله سبحانه وتعالى. ساحة حرب مفتوحة على كل الاحتمالات، وهنالك غموض كامل يحيط بهذه القضية. هذا في المعارك الخارجية موجود، أنه الجبهة المقاتلة لا تعلم أن العدو من أين يأتي، ولكن هنالك مجالات محددة. العدو إما أن يأتي من الشرق أو من الغرب مثلا، 10 منافذ محتملة أن يأتي فيها العدو، ولكن الشيطان من أين يأتي إلى المؤمن؟ مو معلوم. يمكن واحد يفكر 1000 احتمال أن الشيطان من أين يأتيه وكيف يبعده عن الله سبحانه وتعالى. الشيطان يأتيه من المنفذ الواحد بعد الآن. ذلك العابد المعروف ربما ما كان هنالك أي احتمال ولا 1 بالـ1000 أن يأتيه الشيطان عن طريق المرء. هذا العابد الذي يعيش في ذلك الكهف وأصبح وليا من أولياء الله، وإذا بالشيطان يأتيه من ذلك المنفذ، وبالنتيجة يجره من كونه وليا من أولياء الله مستجاب الدعوة إلى كافر، إلى رجل يموت مشركا. هذا الاحتمال ربما ما كان وارد. الشيطان الذي صارع الأنبياء، يعني حاول أن يصارع الأنبياء، الشيطان اللي حاول أن يصارع الأولياء، الشيطان الذي حلف بالله سبحانه وتعالى أن يقود جميع البشر إلى جهنم،
قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. هذا عدو إلى خبروية تمتد ربما لألوف الأعوام، يعني هذا مو عدو هي ومو عدو يمكن أن يستهان به. منين يأتي مو معلوم. ولذلك في الواقع مجالات التقوى تتشعب وتمتد إلى ما لا يمكن أن نتصوره. ولكن في هذه الليلة نشير إلى مجال واحد من هذه المجالات، وهذا المجال يمثل قضية شائكة وقضية حاد، وكثير من الأفراد يفقدون إيمانهم ويفقدون تقواهم والعياذ بالله في هذا المجال، وإحنا المتدينين مبتلون بهذا المجال. وهذا المجال هو القضية المالية. القضية المالية إحدى القضايا المعقدة الشائكة، لأن الذي يملك المال يعني يملك كل شيء. المال هو الطريق إلى كل شيء، والذي لا يملك المال لا يملك الطريق إلى أي شيء عادة. فهذه القضية قضية مهمة جدا. في هذه القضية المالية كثير من الأفراد فقدوا إيمانهم وفقدوا تقواهم، علي بن أبي حمزة البطائني وكيل الإمام الكاظم صلوات الله عليه، الوكيل المعتمد، ولكن عندما جاءت القضية المالية هذا الرجل مع رجلين آخرين اخترعوا مذهبا باطلا. علي بن أبي حمزة البطائني، زياد بن مروان القندي، عثمان بن عيسى الرواسي، هؤلاء الثلاث إحدى المذاهب الباطلة وهو مذهب الواقفي. هؤلاء الثلاثة هم الذين اخترعوا، لأن الإمام الكاظم صلوات الله عليه كان في السجن، المؤمنين ما كان لهم طريق إلى الإمام الكاظم صلوات الله عليه، فكانوا يعطون الأموال لوكلاء الإمام، ومنهم هؤلاء الثلاث. عندما الإمام الكاظم صلوات الله عليه استشهد، الإمام الرضا هو الإمام اللاحق، فكروا أنه إذا يعترفون بهذا الإمام يجب أن يسلموا إليه هذه الأموال. فكروا ماذا يفعلون؟ قالوا أفضل شيء أن ننكر وفاة الإمام الكاظم، واخترعوا مذهبا وخدعوا الكثير من الأجلاء. أن تلاحظوا مجموعة من رواتنا الأجلاء
الثقات انخدعوا بهؤلاء الثلاثة. واحد من هؤلاء الثلاثة كان وجيها في المجتمع، وجيه كان في المجتمع، له وجاهة اجتماعية، له مقام اجتماعي. لماذا؟ لحطام الدنيا. القضية المالية قضية معقدة جدا، والإنسان يعلم صعوبة هذا الامتحان حين يصل إلى المال. إحدى المجالات المهمة لنا نحن المتدينين قضية المال. الشيخ عبد الكريم الحائري رحمة الله تعالى عليه، يمكن الآن إحنا مو معرضين بتلك الصورة، ولكن المستقبل أمام. الشيخ عبد الكريم الحائري رحمة الله عليه، هذا الرجل اللي الأموال الطائلة كانت تجري بين يديه، لعله كان المرجع الأعلى في إيران في ذلك الوقت، هذا الرجل نقل لي أحد العلماء في قم قضية مضمونها أنه عندما الشيخ الحائري رحمة الله عليه توفي، مجموعة من العلماء تولوا شؤونه، شؤون دفنه وكفنه وتشييعه وما أشبه ذلك، ونقل أنه من كانوا أولئك العلماء. يقول كان هؤلاء العلماء جالسين، وإذا بخادم الشيخ عبد الكريم الحائري يأتي ويهمس في أذن أحد هؤلاء بشيء، وإذا بهذا العالم أحد هؤلاء المتولين لدفن الشيخ عبد الكريم يجهش بالبكاء عاليا، أخذ يبكي بكاء عاليا. الحقيقة هذه البركات عاملها الواقع هو الله وكريمة أهل البيت صلوات الله عليه، وعاملها الظاهري الشيخ عبد الكريم. هذا التوفيق العظيم شلون الله سبحانه وتعالى أعطاه؟ مئات الألوف أو عشرات الألوف ربما كانوا مثل الشيخ عبد الكريم الحائري، ولكن ما كانت لهم هذه التوفيقات. التوفيق لعوامل، ربما هذا من عوامل تلك التوفيق، ولعل من عوامل توفيقاته أيضا توسله بالإمام الحسين صلوات الله عليه. فتعجبوا أنه ليش أجهش بالبكاء عاليا، فقال إن هذا الخادم خادم الشيخ عبد الكريم الحائري جاء وهمس في أذني أنه عائلة الشيخ عبد الكريم المرجع العام الليلة ثمن عشاء موعدهم. يعني الشيخ عبد الكريم الحائري توفي ولم يترك لعائلته حتى تومان واحد، ثمن عشاء موعدهم، ولم يكن يظهر ذلك، ما كان واحد يعلم بذلك. الشيخ عبد الكريم عندما توفي توفي مديونا، كان مديون.
هذا هواي يحتاج إلى مقاومة، هواي يحتاج إلى تقوى، أن تكون الأموال بيدكم وتحتاطوا فيها. عالم آخر كان في كربلاء وهو الحاج آغا حسين القمي رحمة الله عليه، المعروف بورعه واحتياطه، نقل للسيد أحمد الفالي حفظه الله، قال أنه واحد من أولاده، مجموعة من أولاده كانوا طلبة وكان يعطيهم راتبا باعتبارهم طلبة. بعد فترة الحاج آغا حسين القمي شاف أن هذا كأنه لا يصلح لطلب العلم. في مكان قرية، مو هذا النقل، أنه يوم كان يحضر يوم ما كان يحضر، ما كان مقيد هذا الابن، فطلبه وقال أنه أنا أستشكل في إعطاء الراتب لك، هذه أموال الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، وهذه يجب أن تعطى لطلاب العلم، وأنا أستشكل في ذلك، وأنت روح واعمل عملا. السيد يقول فجعله صانعا في دكان في كربلاء، صانع دكان، مو أنه مالك دكان، صانع في محل. يقول ابن ثاني كان من أبنائه أيضا رأى أنه لا يصلح أو كأنه لا يصلح، فطلبه وقال اذهب واشتغل. يقول فتحول وأصبح صانعا في طهران. يقول في يوم من الأيام أنا كنت أمشي في مشهد السيد الفالي، كنت أمشي في مشهد وإذا بي أرى بائعا، بائع مبسط بسطة ودا يبيع على دكة في مشهد. يقول نظرت إليه وإذا ابن السيد القمي، وشفت أنه دا يبيع أشياء متواضعة جدا مثل جواريب مثلا وما أشبه ذلك. هذا المرجع الكبير اللي لعله في الفترة الأخيرة من حياته تحول إلى المرجع الأعلى، الأشهر الأخيرة من حياته كأنه أصبح المرجع الأعلى، ابنه يبيع جواريب على دكة في مشهد. هذه الحالة لا تأتي اعتباطا ولا تأتي عبثا. أنقل لكم قضية ثالثة أيضا، العم حفظه الله كان ينقلها. يقول الجد رحمه الله عندما بدأ بشهريته، يعني الراتب اللي يعطى للحوزة العلمية، كان جميع راتبه 33 دينار، يعني الراتب اللي كان يعطيه للحوزة العلمية كله كان 33 دينار لكل الطلبة اللي كانوا مشمولين لهذا الراتب، وهذا المبلغ ما كان يتوفر،
وإنما بصعوبة كان هذا المبلغ يتوفر بالقرض وما أشبه ذلك. يقول في يوم من الأيام جاء رجل إلى الجد وقال له إنني مديون من الحقوق الشرعية بمبلغ 17,000 دينار، أنا كنت مقلد للمرجع الفلاني والآن أنا أقلدكم وأنا حاضر أن أدفع هذا، جاي لأدفع هذا المبلغ لكم. فقال له الجاد أنه أنت هل قمت بعملية المداورة مع ذلك العالم الذي كنت تقلده؟ قال نعم. قال المبلغ الذي تمت عليه المداورة أنا أرى أن أخذي له خلاف الاحتياط، ما كانت عنده فتوى بذلك وإنما خلاف الاحتياط، وأنت اذهب وأد دين ذلك العالم الذي كنت تقلد. قال التاجر أصر عليه، بعض الحاضرين أصروا عليه، قال ما أقبل، أنا يجب أن يكون عندي جواب في قبري لأخذي لهذا المبلغ، أنا إذا أخذت هذا المبلغ فكيف أجيب الله سبحانه وتعالى؟ يقول ليش أخذت هذا المبلغ؟ مع أنه المبلغ شبه كانت فيه في نظره. الاحتياط في جميع المجالات والاحتياط بالذات في الأمور المالية، هذا هو المبحث الثاني. ونختم الكلام بالمبحث الثالث، الطريق إلى تحصيل التقوى. العلماء يقولون الطريق إلى تحصيل التقوى فيه 3 بنود. البند الأول المشارطة، إذا نريد أن نعبر بعبارة أوضح، المشارطة يعني القرار. القرار يعني واحد يصمم على ذلك، تصميم. التصميم جدا مهم. هناك رواية مروية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه ينقلها الحر العاملي في الوسائل، وهذه الرواية رواية معتبرة صحيحة. الإمام صلوات الله عليه في هذه الرواية يقول ما ضعف بدن عما قويت عليه النية. إذا النية كانت قوية البدن لا يضعف. إذا واحد صمم هذا التصميم يعطيه الطاقة ويعطيه الحيوية ويعطيه القوة. إذن المرحلة الأولى مرحلة المشارطة يعني القرار. المرحلة الثانية مرحلة المراقبة. المراقبة يعني شنو؟
المشارطة قبل العمل، المراقبة حين العمل. المراقبة يعني واحد عندما يريد أن يعمل عمل يفكر أن هذا العمل فيه جواب أو ما فيه جواب. عندما يريد أن يتكلم بكلمة قبل ما يتكلم، أكو في الآية الكريمة إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. في الرواية عن الإمام صلوات الله عليه هو الرجل يهم بالذنب فيتذكر فيرتد. أنتم قاعدين مع جماعة، واحد يريد أن يتكلم بكلمة غيبة والكلمة جاءت إلى شفته، يفكر لحظة أنه هذه الكلمة فيها جواب أو ما فيها جواب، يتمكن يجاوب أو ما يتمكن يجاوب. إذا يتمكن يجاوب فليقل، إذا عنده مجوز أمام الله سبحانه وتعالى خليه يتكلم. هذه يقال لها حالة المراقبة. وبمرور الأيام هذه الحالة تتحول إلى ملكة، ملكة المراقبة. واحد يتعود على هذه الحالة. هذه المرحلة الثانية حين العمل. المرحلة الثالثة اللي هي تعقب العمل وبعد العمل مرحلة المحاسبة، أنه واحد قبل أن ينام يفكر ماذا فعل في هذا اليوم، نتاج هذا اليوم. مثل هؤلاء التجار اللي عندهم جرد، ربما جرد يومي أو شهري أو في كل عام، أنه النتيجة شنو؟ أحياناً واحد في خضم العمل لا يعلم ماذا يفعل في ضجيج الحياة، في زحام الحياة، لكن واحد بالليل قبل ما ينام اليوم ماذا فعلت؟ ما هي النتيجة؟ كم من الذنوب فعلتها في هذا اليوم؟ ليش فعلت هذا الذنب؟ قبل العمل المشارطة، حين العمل المراقبة، بعد العمل المحاسبة. هذه الثلاثة إذا الإنسان التزم بها شيئا فشيئا درجة الذنوب تقل في حياته، لأن واحد بدون هذه الثلاثة لا يعلم ماذا يفعل. أما بهذه الثلاثة شيئا فشيئا الذنب يقل ويقل حتى ينعد. كان أحد العلماء يقال له المقدس الكاظمي، لاحظوا حالة المراقبة والدقة اللي كانت عنده. معروف هذا الرجل، ينقل أنه في يوم من الأيام جاءه أحد علماء البلاط في إيران، كان عالم مربوط بالسلطة، هاي القضية يمكن مال قبل 300 عام أكثر أقل، قضية قديمة. فجاء إلى بيته، كان عنده فد بيت متواضع إلى أبعد الحدود،
عندما هذا العالم دخل في بيت المقدس الكاظمي جدا تأثر لوضعه ووضع بيته. اجى قعد وياه في غرفة، وإذا بعد فترة قليلة خطر هذا الخاطر على ذهن المقدس الكاظمي. أنه هل قعود هذا العالم عندي حلال أو لا، مشروع أو لا؟ فالتفت إلى العالم القادم من إيران وقال: في الواقع أنا الآن دا أفكر في هذه النقطة، أنه في بيتنا ماكو إلا غرفة واحدة، وأنا زوجتي وطفلي أو أطفالي الآن رايحين إلى ساحة الدار في هذا الحر، وأنا هل استضافتي إياك مشروعة أو مو مشروعة؟ هذا الضغط على أهلي وطفلي أو أطفالي حلال أو حرام؟ وأنا لا أحب أن أفعل عملا مستحبا، يعني إضافتك اللي هذا يتعقبه عمل محرم وهو الضغط على أهلي وعائلتي. فقام العالم بدون انزعاج طبعا، لأنه هذا ينبئ عن حقيقته، قام قال: لا، أنا أقوم أطلع، ما أريد تتورط في حرام أو في شبهة حرام، مو معلوم هذا العمل يكون محرم لأجلي. وقام وذهب. هاي تتمت القضية وإن لم تكن شاهدا. فذهب إلى الملك الإيراني فقال له الملك: ما هي التحفة التي جئت لنا بها من العتبات المقدسة في العراق؟ قال: التحفة التي جئت لك بها قضية هذا العالم، ونقل له القضية. الملك تأثر وبعث لهذا العالم مالا كثيرا. اجي الواسطة وقدم إليها المال للمقدس الكاظمي، فقال له: ما هذا المال؟ الرجل قال: هذا مال بعثه ملك إيران إليك. فأخذ المقدس الكاظمي يبكي. قالوا له: لماذا تبكي؟ قال: أنا أبكي لأنه أفكر أي ذنب فعلت اللي اسمي ذكر في ديوان الظالمين، الحاكم الظالم. وهذه قضية أيضا نختم بها عن الحاج أغا حسين القمي. الحاج أغا حسين القمي جاء إلى قم، هذه القضية منقولة عن الشيخ مرتضى الحائري رحمة الله عليه، يقول: أنا كنت حاضر. جاء إلى قوم واستقبل استقبالا حافلا، واجتمع العلماء بين الحرم وبين مقبرة شيخان. هناك فرشوا هذه المنطقة، وهي منطقة واسعة تقريبا، واحتفوا به. في هاي الأثناء جاء هنالك رجل وقدم له مكتوب. فتح المكتوب طلب استخارة،
فأخذ القرآن الكريم واستخار به، فطلعت آية، ففكر قليلا في هذه الآية، ثم التفت إلى العالم اللي جالس عن يمينه فقال له: في نظرك هذه الآية مفادها الإقدام أو عدم الإقدام؟ العالم اللي كان بجنبه لاحظ الآية، قال: هذه الآية زينة يقدم، أكو بعض الآيات فيها إبهام. فالتفت إلى العالم اللي عن شماله، قال: في رأيك هذه الآية شنو مفادها؟ العالم الثاني لاحظ الآية، قال: مفاد هذه الآية الإحجام للإقدام، مو زينة. فأخذ الورق وكتب أنه الاستخارة قال بعض العلماء أنها زينة، وقال بعض العلماء أنها مو زينة، وأنا ما أدري أنها زينة لو مو زينة. حقيقة طالب عادي يفعل هذا العمل إذا ما يكون متقي. إحنا الطلبة العادي إذا سئلنا سؤالا لا نعلم شلون موقف محرج، يقول بكل صراحة أنه أنا ما أدري. نحن يجب علينا أن نحاول أن ننمي هذه الملكة في أنفسنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهاتي. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقاتي. بين الظلام وبين نور مشرق هدي